الراديو 90-90 هواها مصر. كلام على مين على راديو 90-90 هوا مصري مع مؤسسة مصر الخير دايما في موعدنا الثابتة من الثلاث للسبت من الساعة 12 حتى الثالثة صباحا. اسمحوا لنا بقى زي ما نوهنا في أول حلقة هيكون معانا ضيف غالي علينا شخصيا ولكن هيبقى غالي على كل المعلمين عشان احنا هنتكلم في حاجة تخص التطوع. دايما المعلمين وبيسألونا فيما يخص مؤسسة مصر الخير التطوع أخباره إيه، عايزين نتطوع، عايزين نعمل، عايزين وهكذا يعني. أنا بنرحب بأستاذ شريف عزوز مدير أول إدارة المبادرات التطوعية بمؤسسة مصر الخير. شريف لا خد المايك عندك انت بعيد قوي يعني. انا انت نايم صح؟ لا لا انا عارف ان الناس اللي بتنام الساعه 9 تعمل ايه؟ الحمد لله زي الفل. تنورنا شريف وكل التحيه والتقدير ليك والمعلمين اللي حضروا تعبئه الكراتين الرمضانيه لمؤسسه مصر الخير. هيعرفوا شريف كويس، شريف اللي كان ماسك المايك وعمل لنا فيها مطرب وكان بينظم المرور جوه الخيمه الكبيره بتاعه مصر الخير. ده صحيح يا سيدي. كل سنة وانت طيب. أيام جميلة وأكيد الأيام دي أكثر أيام ممكن نتكلم فيها عن التطوع لأن في أكيد بقى أضحية وحاجات وأكيد مصر الخير ليها جدول حافل قوي في الأيام اللي جاية. فنبتدي الحدوتة منين؟ طيب هبتدي بس الأول بتعريف التطوع عشان نبقى متفقين عليه طول الحلقة. طيب التطوع بالنسبة لي هو أو ده المفهوم يعني اللي احنا بنتكلم عليه إن هو العمل اللي بيقوم بيه أو الجهد اللي بيقوم بيه البني آدم بصفة اختيارية. فدي أول حتة هنحط عليها خط. تاني حاجة في خدمة مجتمعه. صحيح. دي تاني حاجة. تالت حاجة دون انتظار عائد مادي. ففي تلات حاجات مهمين بنركز عليها إن هو اختياري وإن هو في خدمة مجتمعه وإن هو بدون مقابل أو بدون مقابل أو بدون أجر. صحيح. لو حاجة منهم وقعت ما بقاش بالنسبة لي عمل تطوعي يعني. لو هو مش اختياري، لو هو بغصب عليه أو لو هو بينزل غصب عنه. ليه بقى مسميات تانية؟ ليه مسميات تانية. لو هو مش في خدمة مجتمعه ممكن يقول لي أنا لقيت وقت فاضي وأعمله ببلاش بس أنا نزل أحرق محل مثلا. انا فلقيتني فاضي فنزلت اولع في البلد. ده متطوع مثلا. ولو باجر بقى وظيفه. بالظبط كده. طيب فده كده المفهوم او التعريف اللي احنا هنتفق عليه عشان نكمل بقيه الحلقه بنفس التعريف ده زي الفل. عندنا ايه بقى؟ عندنا طبعا مصر خير ليها القطاعات بتاعتها الخمسه المعروفه، الصحه والتعليم. ما تقلقش بص هتلاقي في ناس بتدخل وناس طيب بتطلع كده انت بتراقب. كمل كلامك. طيب عادي. الصحه والتعليم والتكافل الاجتماعي والبحث العلمي ومناحي الحياه. كل قطاع من دول ليه انشطه كتيره مستمره طول السنه. لو احنا دلوقتي عشان عيد الاضحى او زي ما كنت معانا في رمضان وعملنا اللقطه بتاعت تعبئه الكراتين قبل العيد بيومين ودخلنا بيها رمضان، فعندنا برضو لقطه حاليا في العيد. احنا العيد بنعمل ايه كمؤسسه؟ عندنا احنا طبعا عشان مؤسسه وعايزين نوصل لكل الناس في جميع المحافظات وجميع النجوع والقرى، فبالتالي بيكون لينا جمعيات شريكه في كل حته في انحاء الجمهوريه. الجمعيات الشريكه دول يوصل عددهم لاكثر من 1000 جمعيه. فبنتعاون معاهم بصوره مستمره علشان نقدر نوصل الخدمه او نوصل التبرع او اي حاجه للفقراء في اقاصي مصر. صحيح. وبالتالي نفس القصه بتمشي في السقوق الاضحيه. احنا بنتعاون مع الشركاء بتوعنا من الجمعيات ونوصل العجول صحيه وبعدين هو يتم الذبح في الجمعيه والتوزيع على الفقراء اللي من طرف الجمعيه. صحيح. وبالتالي يبقى مصر خير شاركت بكل السقوق دي وبكل المواشي دي في جميع الجمهوريه. احنا ما نقدرش نعمل حاجه زي كده لوحدنا كمؤسسه لان هي محتاجه موارد بشريه ضخمه جدا. بالظبط. جيش يعني. جيش من الموارد البشريه فعلا. بالظبط. بس فاحنا دلوقتي النشاط بتاعنا ان احنا بنودي الاضاحي دي وبعدين لازم نشرف بقى على الجمعيات. فحته التطوع بتيجي هنا في حته الاشراف. الاشراف مش معناه ان هو تخوين للجمعيه، لا، اي حد بيتم الاشراف عليه. احنا في شغلنا بيتم الاشراف علينا كل واحد فيه وفي حد بيشرف عليه في الاخر. فهو هو موضوع اشرافي فقط ان هو يشوف ان الاضحيه اتذبحت فعلا، وتاني حاجه يشوف ان هي توزعت على مستحقين. ده بيتم في خلال 4 ايام العيد.
بنحاول نضغط يبقوا أول يومين، لكن مع العدد الكبير بنوصل لحد رابع يوم قبل صلاة العصر اللي هو الوقت السنة الشرعي بالضبط. يعني بعد كده ما تبقاش أضحية، ولا قبل العيد ما تبقاش أضحية، بقت صدقة بالضبط. فبالتالي المتطوعين بيجي شغلهم في الحتة دي، إن أنا محتاجهم إن هم يبقوا أكنهم ممثلين مصر خير، هم عيوني اللي بيشوفوا الجمعيات بتعمل إيه ويدوني الأوكي تم الذبح بالصورة المناسبة وتم التوزيع بطريقة معقولة. بس ده كده بالنسبة للعيد. محتاجين طبعا عدد متطوعين ضخم، عشان نقطة مهمة عشان السادة المعلمين اللي سامعين. في ناس كتير انا فاكر ان انتوا اعلنتوا شريف، بس كان انا حسيته كان ان هو عارف زي السوفت اوبننج لدخول المتطوعين لمصر الخير. ايوه دلوقتي بقى يعتبر الانطلاقة الرسمية لوجود متطوعين في مؤسسة مصر الخير. صحيح. طبعا محتاجين متطوعين في جميع انحاء الجمهوريه، 26 محافظه فعلا، يعني وجه قبلي ووجه بحري وشمال سيناء، مش القاهره فقط، لا كل لا مش يعني فقط. المحافظات كل حاجة. معظم محافظات مصر، كل المحافظات. اعداد قد ايه؟ يمكن ما لهاش قفله، يعني الاعداد ما لهاش سقف، كل ما يجي زياده اكيد يبقى احسن، هيفيد اكتر، هيفيد طبعا. انا بكون عدد البيانات بتاعتي فبالتالي بتكبر، وده بيفيدني جدا، لان مش دايما المتطوع بيكون فاضي. فلو انا دلوقتي عندي مثلا 1000 متطوع في قاعة البيانات اكيد بيسقط منهم شويه، وفي شويه مش فاضيين، وفي شويه مسافرين، وفي حد ما يناسبوش، وفي حد عنده امتحانات، وفي يعني على طول في ظروف. فطبعا هو ما فيش وسيله يعني الربط، يعني هو في الاول في الاخر هو متطوع بالظبط، متطوع بالزبط. في الوقت اللي انا فاضي فيه، فانا هيجي لي وقت عندي التزامات فمش هكمل بالظبط. واحنا ما عندناش اعتراض في النقطه دي طول ما احنا بنتعامل مع متطوعين. يعني انا ما بزعلش المتطوع يقول لي لا انا عندي امتحانات، اكيد امتحاناتك اولى صحيح. من اللي انت بتعمله صحيح. معايا صحيح. لو حد في ناس بتقول لي لا انا بتجوز فاديني بقى 6 اشهر مش هقدر اعمل لك جواز وخلف ويرجع سواء الجواز البروسس الجواز نفسها مش اقل من 6 اشهر. في حد يقول انا رايح اعمل دراسه مسافر وجاي، انا غيرت شغلي، انا غيرت سكني، فانا بعزل. يعني في ظروف كتيره مختلفة، بالتالي بنصبر، وده طبيعي اللي هو عالم التطوع كله كده. انت بتكلم المطلوب المتطوعين تحديدا فيما يخص أضحية العيد. احنا بنتكلم على المرحلة الحالية بالظبط كده، مرحلة أضحية العيد. بعد العيد بيبقى عندنا بقى داخلين على موسم شتاء، هيبقى فيه توزيع بقى بطاطين، وهيبقى فيه توزيع حاجات بنعملها خلاص بقى فكرة التطوع هتستمر بقى بالظبط. طيب معلش التكرار يعلم الشطار، انا راجل سامع وعايز اكون متطوع، انا دوري ايه في موضوع أضحية العيد؟ قولي واحدة طيب. كده هعمل ايه؟ حضرتك اول حاجة هتملى ابليكيشن هنحطها بقى، هي موجودة على 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 الصفحة الرئيسية بتاعت الفيسبوك بتاعت المؤسسة، هنعملها شير دلوقتي، ممكن نعملها شير من عندك تمام. فبتلاقي فيها ابليكيشن، بتملى ابليكيشن بتكلمك في خلال 48 ساعة، نقول لك الو استاذ احمد انت مليت ابليكيشن، انت ساكن فين؟ فتقول انا ساكن في سوهاج تمام حلو. فين في سوهاج؟ تقول انا المنطقه الفلانيه، اقول لك طيب في في جمعيه قريبه منك جدا في نفس المنطقه، فرع مصر الخير عندك لا دي جمعيه شريكه، جمعيه شريكه بتشرف عليها مصر الخير، بتشرف عليها وهيوصل لها عجلين قبل العيد. دورك ايه؟ دورك بقى ان انت تنزل عندك بقى التو اوبشنز، يا اما تنزل تشهد الاضحيه وهي بتتذبح، يا اما تشهد التوزيع. يعني ايه اشهد؟ يعني تكون واقف بس وتبص عليه. من باب ايه؟ من باب ايه؟ طيب ما هو ده من باب الرقابه والاشراف، ان انا هبقى انا يعني زي ما بيقولوا كده انت ممثل مصر الخير في اللقطه دي، انا مندوب مصر الخير اللي هطمن ان الاضحيه تمام، مفيش اي تلاعب، مفيش اي حاجه مخالفه بتحصل، فانا هبقى صوتك هناك بالظبط كده. وكل كل 10 جمعيات بيكون عليهم حد زي سوبرفايزر من المؤسسة بيشرف على الناس اللي بتروح، فكل واحد بيبقى عارف نمرة الليدر اللي فوقيه، فيديله بس الأوكي ان انا تم الذبح في الميعاد. ممكن بقى مشاكل الذبح، ممكن الجزار اتاخر، البقرة مش موجودة هربت طلعت تجري مثلا، شوية مشاكل كده. التوزيع كان فيه مشاكل، الناس ما كانتش منظمة قوي، الجمعية ما كانتش عارفة تتسيطر على الناس بتوعها، فممكن يحصل حاجات زي كده، فنبقى عندنا تقارير يومية بإيه اللي حصل في كل جمعية. ما هي شروط المتطوع أن يكون متطوعا في مؤسسة مصر الخير؟
عادة بيكون لكل نشاط ليه معاييره. فلو انا بعمل مثلا قافلة طبية وعايز دكاترة لازم يكونوا دكاترة ساعتها. ما طب نتكلم على المرحلة اللي جاية. المرحلة دي ما فيهاش اي معايير. مفيش اي شروط. مفيش سن. لا كل ان هو بيخافش من الدم دي حاجة بالنسبة لي هي دي. هو ده المعيار. لو هو عنده مشكلة من الدم، في ناس بتقرف، في ناس ما بتحبش، في ناس بتقول حرام. عنده مشكلة يعني مع الموضوع ده. ممكن يحضروا التوزيع فقط. توزيع ياخد الشنط ويوزع. ياخد شنط ويوزع. والتوزيع بيكون في نفس مكان الجمعية برضو. وممكن يشارك بنفسه في التوزيع. يعني ممكن يشرف وممكن يشارك بنفسه. ما فيهاش يعني اي معايير صعبة اي حد يقدر يقوم بيها. اللي عايز يتطوع في المرحلة القادمة فورا من مؤسسة من شغل مؤسسة مصر الخير في موضوع الأضحية ذبح وتوزيع الأضاحي، هيدخل على صفحة مصر الخير على الفيسبوك وهيلاقي الابليكيشن. هو بالفعل نزل أستاذ شريف موجود. موجود. واحنا هنعمله شير كمان علشان الناس تشوفه. ويملى الابليكيشن وهيتم الاتصال بيه، هيتقله انت في اقرب جمعية ليك، جمعية كذا، ومش لازم تبقى مصر الخير. انت هتلاقي هي مصر الخير كمؤسسة بتشرف على جمعيات كتير، فهي هترشح لك الجمعية القريبة منك انك تروح، ودورك هتعمل 1 2 3 بالظبط. استاذ شريف قال ما فيش ما يمنع التطوع خالص، غير انت لو ما بتحبش الدم في حاجات كتير، او ما بتحبش تشوف منظر الدم، اسف، في حاجات كتير ممكن تعملها كتوزيع او اكثر من وظيفة في الموضوع ده. بالظبط. الاعداد اللي هتتاخد كتير، يعني ما تقلقش وتقول اكيد في ناس اتطوعوا كتير قبلي انا مش هلحق. لا، املى الابلكيشن وهتلاقي الـ المؤسسة بتكلمك. الابلكيشن اللي هيتملي تحديدا لفكرة الاضاحي او لمرحلة الاضاحي، ولا انا بملى ابلكيشن لكل انشطة مصر الخير؟ بتملى ابلكيشن لكل انشطة مصر الخير، وبتتسجل ساعتها في قاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسة، وبيتم الاتصال بيك بصفة دورية، او بيتم ارسال ليك رسالة بصفة دورية كل ما يكون في نشاط. ولو انت حددت ان انت بتعمل مجال بطريقه كويسه، او انت متخصص في مجال معين، لو احنا محتاجين المجال ده اكيد بننقي الناس اللي بتعرف تعمل المجال ده. فزي ما قلت المثال بتاع الاطباء، ان احنا محتاجين قافله طبيه مثلا. فلو انت دكتور فاكيد هيتم الاتصال بيك اول ما يكون في قافله طبيه، وهكذا. لو انت مهندس اتصالات واحنا عايزين حاجه في الحته دي، لو انت استشاري مقاولات، يعني على حسب الوظيفه بتاعتك. استاذ شريف عزوز مدير اول اداره المبادرات التطوعيه، احنا بنتكلم عن تطوع، يعني بنتكلم عن انا واحد عايز اتطوع بس انا محتاج حد يشجعني. تقول لي هسالك بالبلدي كده، اتطوع ليه؟ حلو قوي. ايه اللي عندك يعني تمام. ايه اللي هاخده لما اتطوع يعني؟ طيب خلينا نتكلم على التطوع. انت اتطوعت قبل كده يومس؟ والنبي انا لم يصبني الدور. لا اصابك. طيب احنا هنروح نسمع اغنيه ونرجع ناخد بقى السبب. سمعك حبيبك، سمعك حمزه. كلام مع لمينا راديو 90 هوا مصري برعايه مؤسسه مصر الخير، وضيفنا استاذ شريف عزوز مدير اول اداره المبادرات التطوعيه بمؤسسه مصر الخير، وبنتكلم عن التطوع وتحديدا الانطلاق الرسمي للتطوع لتطوع المصريين او المعلمين وكل الناس في مؤسسه مصر الخير اللي كنتوا دايما بتسالونا عنه، والبدايه مع عيد الاضحى المبارك. طيب استاذ شريف، احنا وقفنا عند ليه اتطوع، وقلت لي هقول لك، فقلت لك هنطلع نسمع حاجه وديك. تمام. طيب التطوع للناس الكلام ده هيفهمه قوي ناس اتطوعت. طيب التطوع بيبقى كتير قوي اسلوب حياه. يعني ايه اسلوب حياه؟ يعني زي الناس اللي عندها مثلا ايه الرياضه اسلوب حياه بالنسبه لها، فكل يوم بيصحى على 6 الصبح ينزل يلعب رياضه ويبقى يروح على شغله، فهو بالنسبه له الرياضه بقت اسلوب، هو اسلوب حياته كده. فالناس اللي بقت يعني محترف التطوع، بتطوع بالنسبه لها حاجه زي كده، ما يقدرش يعيش حياته من غير ما فضي ساعتين ثلاثة ان شاء الله في الاسبوع، وهم دول تطوع، وهو دول بيديله اكسجين يعيش بيه بقيه. شعور ان انت ليك لازمه، يعني الشعور ده حلو قوي. بالظبط. دي ميزه يعني ميزه اللي ما عملش تطوع قبل كده ما بيحسش بيها خالص. الناس المحترف التطوع بالنسبه لها هو ده الاكسجين الحياه. حتى لو مشروع بيشتغل فيه وقفل، تلاقيه عمال كده بيفرك، عايز يتطوع، انا عايز انزل اي حته، ينزل اي حته فعلا، وتلاقيه يروح مش عايز كده. طيب فاحنا عندنا اول حاجه ليه اتطوع؟ عشان تستثمر وقت فراغك. ومفيش حد ما عندوش وقت فراغ، دايما هتلاقي وقت فراغ، ودايما لو مشيت في الحته دي هتدور وهتلاقيه. تاني حاجه تكتسب خبرات. التطوع مليان خبرات مفتوحه، والتطوع من الحاجات القليله قوي اللي انت بتعملها بكيفك.
احنا مش متعودين في مصر نعمل حاجات بكيفنا ولا الشغل بكيفنا ولا دراستنا بكيفنا ولا الاكل حتى اللي هو الجواز. والله بقول لك ايه يا شريف، تاكد طيب مراتك نايمه يعني؟ بقول لك ايه، واخد راحتك. فالتطوع تقول لها يا باشا فالتطوع من الحاجات القليله قوي اللي انت بتعملها وانت حابب تعملها. انت طيب نازل بكيفك، لا حد ضغط عليك ولا حد بيديك فلوس ولا حد ولا مؤاخذة حد كده اللي هو اصل انت لو ما عملتهاش كده مش هتاخد كذا. بالظبط. هو لا، انا جاي اعمل اللي انا شايفه صح. فاحساس برضو شعور جديد علينا وحلو قوي. بتكتسب بقى كمية خبرات رهيبة أثناء التطوع، أنك بتطوع مع ناس مختلفة، بتدخل على ناس تسألهم لو أنت بتعمل بحث العائلات، لو أنت بتفيد ناس غلابة، لو أنت بتفكر لهم، لو أنت يعني كل دي بتكتسب خبرات فيها ما خدتهاش قبل كده في حتة تانية. بعد كده تحمل مسؤولية، لأن أنت الناس دي مسؤولة منك، فبتحس بمسؤولية رهيبة تجاههم. بتحط هدف وتحققه، ودي برضو حتة يعني كتير قوي. ممكن تلاقي مثلا واحد أول مرة يحقق هدف ليه وهو عنده 40 سنة. عندنا التطوع لطيف جدا، أنت بتحط هدف النهاردة، النهاردة نازل أوزع 500 بطانية، حطيت الهدف وهحققه النهاردة، تضطر ترجع بيتك محقق هدفك والناس مبسوطة وانت مبسوط إنجاز. وإنجاز عملته في يوم واحد. بعد كده في حتة تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين الأطراف بتاعت المجتمع وفئاته. الحته اللي بعدها ان انت بتتعرف على فئات مجتمع انت عمرك كنت تسمع عنها حاجه. ناس كتير مننا عايشين في البابل زي ما بيقولوا. انا كنت انا عن نفسي كنت اول مره اعرف ان في حد عايش من غير حمام. صح. فدخلت البيت دخلت البيت الحمام فين يا حاجه؟ أي مفيش حمام يا ابني. فافتكرتها بتضحك عليا، يعني ايه مفيش حمام؟ طب بتخش حمام فين؟ بدخل عند الجيران يا ابني. فتقطيع قلب اكتر، فانت جاي مغلس. انا برضو لسه فاكرها بتضحك عليا. فقلت لها لما بتزنقي الساعه 2 بالليل بتروحي فين؟ اللي هو ده شغلك بقى، انا لازم اسال عشان اعرف بس ايه اللي بيحصل. فقالت لي بطلع الصحراء يا ابني. فطبعا قمه الاهانه، واحده ست تصحى الساعه 2 بالليل عايز تخش حمام، اكيد بتصحي ابنها او جوزها يطلع معاها يوصلها في حته بعيده في مناطق نائيه وفي حته الله اعلم ممكن يحصل فيها ايه. فدي حاجه انا عن نفسي كنت اول مره اتعرض لان في ناس عايشه كده. بعد كده رفع قيمه الذات، انك بتحس ان انت ليك قيمه وبتعمل حاجه ليها قيمه وبتساعد ناس حتى لو ما تعرفهمش. شعور بالرضا النفسي بقى رهيب، بتكلم عليه زي ما انت عايز بقى، ان انت راجع البيت وحاسس ان انت عملت حاجه. بني ادم ليه معنى. عملت حاجه وساعدت ناس وتعبت ولميت فلوس واستخدمتها في حاجه اللي هم عايزينها واسعدتهم ودعوا لك يعني كل الفيلم ده بيحصل عشان انت تنزل يوم تطوع بس بترجع بكل اللي احنا قلناه ده. طيب شريف، خلينا نلخص تاني. ان في خلاص دلوقتي اي حد عايز من المعلمين اللي سامعين يتطوع في مؤسسة مصر الخير، في ابليكيشن موجود حالا على صفحة المؤسسة مصر الخير، والناس عمالة ما شاء الله كمان تجيب اللينك وتحطه على تويتر ويعملوا له ريتويت دلوقتي. فممكن تتطوع. مفيش شروط تحديدا في موضوع الاضحيه، الشرط خاص بيك انت كمتطوع. ان انت لو عندك بس مشكله مع شكل الدم او حاجه. صحيح. في حاجات تانية ممكن تعملها. صحيح. احنا هنعمل، انا عملت حاجه كمان قبل ما اجي الحلقه، ان انا صفرت العداد بتاع الابلكيشن عشان اشوف كلام معلمين هيجيب كام ابلكيشن. طيب ماشي. انت بتتحدانا يعني؟ انا هشوف المعلمين. انت بتلعب معانا في عداد عمرك يا شريف. طيب هتدينا كام يوم ونعلن الابلكيشن ملاك المعلم؟ ثلاث ايام. طيب يا معلمين، شريف عزوز بيتحدانا وبيقول هيشوف الابلكيشن كام معلم ملاك. طيب احنا نضرب اكونتات مضروبه. بالظبط. شفت ده قمه التطوع على فكره. الصراحه راحه. احنا ناس صريحه. يلا يا معلمين، كلنا عايزين نتطوع ان شاء الله. وموضوع الاضحيه ده هيكون في جمعيات كتير وفي ناس مشاركه كتير، وانت ليك دور وانت ليك دور في فتره ايام العيد، عشان اكيد احنا بنروح نصلي العيد وبعد كده العيد خلص. لا، ممكن عيدك يكمل بانك تسعد غيرك وانك تساهم في ان غيرك يعيد. شريف شرفتني ونورتني، واكيد يعني انا متفائل ان شاء الله، وهنتقابل كتير لان موضوع التطوع ده يهمنا هنا قوي في كلام معلمين. تمام. يعني احنا مش بتوع دفع فلوس، احنا بتوع التطوع. احنا بنحب التطوع. احنا بنحب الفلوس.
متطوعين اكتر متطوعين اكتر. شرفتني يا شريف. ودايما يعني ناجح ودايما اضافه لاي مكان تبقى فيه. وانت على المستوى الشخصي انت حبيبي وانت عارف. ربنا يخليك يا استاذ. تسلم يا شريف. ربنا يخليك. كان معانا استاذ شريف عزوز مدير اول اداره المبادرات التطوعيه في مؤسسه مصر للخير. خليكم معانا دقائق وهينضم لينا اثنين معلمين منكم واعرف صاحبك وعلم عليه ايهاب احمد زكي ومحمد عاطف اللي هيكونوا معانا. ويبداوا من دلوقتي بقى الاحكام يعني ابعتوا لهم الاحكام اللي انتوا عايزين تحكموا عليها. ده احنا بنعمل عمل في الناس. احنا بنعمل عمل في الناس يا شريف. انت نمت اصلا. انا شريف قال لي قفلت. بعد كده هنبتدي لك بدري نعمل ماتشيني. طيب ابعتوا الاحكام يلا هتحكموا على الرجاله بايه. يلا بينا خليكم معانا ونكمل كلامنا بعد ما نسمع تتر برنامج كلام عالمين ونرجع حالا.